الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثامن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السابع عشر من أخلاق المسلم، من أخلاق المسلم، حديث نبوي شريف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح. هذا الحديث أعزائي الطلبة مطلوب منا حفظ غيبا إن شاء الله تعالى، نحفظ هذا الحديث غيبا، نتدبر المفردات والتراكيب. سلم المسلم من سلم الناس، سلم أي أمنا. والمهاجر من هجر، المهاجر هو التارك، المهاجر هو التارك. نتعرف على راوي الحديث، هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، من أكثر الصحابة رواية للحديث الشريف وكتابة له، جمع بين العلم والعمل، شهد فتح بلاد الشام ومصر. ولكن أعزائي طلاب الصف الثامن، هذا التعريف براوي الحديث لا يكفي، أرجو من كل طالب منكم أن يرجع إلى كتب الحديث أو كتاب رجال حول الرسول ويكتب لنا صفحة عن راوي الحديث هذا، حتى نتعرف أكثر على هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. أما شرح الحديث، فهذا الحديث أعزائي الطلبة يتكلم عن موضوعين اثنين: وجوب حفظ اللسان، هذا الأمر الأول، وأما الأمر الثاني فهو التزام طاعة الله تعالى. وجوب حفظ اللسان أولا، فاللسان سلاح ذو حدين أعزائي الطلبة، إما أن يكون لصاحبه مصدر سعادة وهناء، وإما والعياذ بالله أن يكون هذا اللسان سبب شقاء وعناء لصاحبه في الدنيا والآخرة. لذلك علينا أن نحفظ هذا اللسان وأن نصون هذا اللسان عن الوقوع في العثرات والآفات، فصيانته وحفظه أمر بالغ الأهمية. لماذا؟ لأن آفات اللسان كثيرة أعزائي الطلبة، وعثراته خطيرة. وقد مر معكم في الصف السابع قول الله عز وجل كما أخذنا في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي كل كلمة تتكلمها أو يتكلمها الإنسان تسجل عليه وسيسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك أعزائي الطلبة أحبائي، علينا أن نتقي الله بهذا اللسان. نتقي الله كيف بهذا اللسان؟ أن نبعد هذا اللسان عن إلحاق الأذى بالآخرين. كيف لأن نؤذي الآخرين؟ إما بالسب والعياذ بالله، فالمسلم لا يسب ولا يشتم، المسلم لا يسب، المسلم لا يتكلم إلا بالكلمة الطيبة. وكذلك نبعد هذا اللسان عن إيذاء الآخرين بالسخرية، لا نسخر من الناس لأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. وكذلك الغيبة، أن نذكر أخانا المسلم في غيبته بما يكره. وكذلك النميمة، النميمة نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. ومن الأمور التي يؤذي بها الإنسان إخوان المسلمين كذلك أعزائي الطلبة الكذب، الكذب، والمؤمن لا يكذب، كهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علينا أن نتقي الله في هذا اللسان، فلا نسب ولا نسخر ولا نغتاب ولا ننقل الكلام بين الناس حتى نفسد بينهم، ولا نكذب، لأن المؤمن كما ذكرنا لا يكذب. كذلك علينا أن نبعد أو أن نبتعد عن إلحاق الأذى بالآخرين بأيدينا. كيف؟ فلا نعتدي عليهم بالضرب، ولا نعتدي على أعراضهم، ولا على أموالهم الخاصة أو العامة والعياذ بالله. وهناك بعض النصوص الشرعية نتدبرها ونستخرج منها أنواع كف الأذى عن الناس. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. هنا نوع كف الأذى هو السخرية والاستهزاء، فعلينا ألا نسخر من الناس ولا نستهزئ منهم. لماذا؟ لأن أكرمنا عند الله عز وجل هو أتقانا، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الآية الثانية يقول تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نوع كف الأذى هنا له الغيبة والنميمة، فالله عز وجل شبه أو مثل هذا، شبه هذا الذي يغتاب أخاه المسلم في غيبته
بمن يأكل لحم أخيه وهو ميت والعياذ بالله. والآية التي بعدها قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هنا نوع كف الأذى على الناس، إيذاء الآخرين. والآية التي بعدها: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أي هنا نوع كف الأذى الإفساد في الأرض، إذا تولى أصبح صاحب منصب في هذه الأرض ولم يتق الله عز وجل وأفسد في هذه الأرض، فهذا يؤذي الناس والعياذ بالله، فعليه أن يتق الله ولا يفسد في هذه الأرض. وأما الموضوع الثاني الذي تتكلم عنه الآيات هو التزام طاعة الله. كيف نلتزم طاعة الله؟ الجواب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أي المهاجر التارك هو الذي يترك ما نهى الله عنه من الذنوب والمعاصي. فعلينا يا أحبتي الطلبة أن نلتزم طاعة الله وأن نبتعد عن نواهيه. ولكن كيف تكون الهجرة أعزائي الطلبة؟ كيف تكون الهجرة؟ الجواب: تكون الهجرة بكره المعصية، هذا أولا، أن نكره المعصية مهما كانت هذه المعصية كذب، غيبة، نميمة، سرقة، سخرية. وكذلك تكون الهجرة الأمر الآخر عدم الوقوع فيها أو المشاركة فيها، أن تشارك من يعصون الله في معصيتهم لله عز وجل، وكذلك تجنب المجالس والأماكن التي يعصى فيها الله. يعني أعزائي الطلبة إذا كنت جالس في مجلس فيه سب وشتم عليك أن تذكرهم بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فإنهم انتهوا كان به، وإن لم ينتهوا تفارق هذا المجلس ولا تقعد معهم. وقد عد الله سبحانه وتعالى أعزائي الطلبة هجر الذنوب والمعاصي من أعظم أنواع جهاد النفس، فقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ونهجر هذه المعاصي والذنوب إذا وقعنا فيها كذلك بأن نتوب إلى الله عز وجل، فكلنا نخطئ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بأن نتوب إلى الله عز وجل وأن نندم على هذه المعصية وأن نعزم على أن لا نعود إلى هذه المعصية أبدا بإذن الله عز وجل. وإذا كانت هذه المعصية تتعلق بإنسان أن نطلب منه المسامحة، أن يسامحك هذا الإنسان الذي اعتديت عليه سواء بلسانك أو بيدك لا قدر الله. هنا أفكر في سبب تقديم الإيذاء باللسان على اليد في الحديث الشريف. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم إيذاء اللسان على إيذاء اليد؟ الجواب أعزائي الطلبة: لأن إيذاء اللسان أسهل من إيذاء اليد. فكم هناك من أناس يتكلمون على إخوانهم، فإيذاء اللسان يكون أسهل وإيذاء اللسان أعم وأشمل من إيذاء اليد والعياذ بالله. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أن ألتزم طاعة الله وأبتعد عن معصيته، ثم أصون لساني وجوارحي عن أذى الناس. لو قلنا ثالثا أن أكثر من ذكر الله عز وجل وأن أكثر من قراءة القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستغلون هذا اللسان في طاعته سبحانه وتعالى. الأسئلة: عرف براوي الحديث. كنا قد عرفنا براوي الحديث أعزائي الطلبة وذكرنا بهناك مكتوب شيء بسيط عن راوي الحديث. كما ذكرنا أرجو منكم أن تحفظوا الحديث غيبا وأن كل واحد منكم يكتب صفحة عن راوي الحديث، لأن ما وجوده الكتاب لا يكفي حقيقة. علل تقديم الإيذاء باللسان على الإيذاء باليد في الحديث. الجواب: لأن الإيذاء باللسان كما ذكرنا، لأن الإيذاء باللسان أعم وأشمل وأسهل على صاحبه. السؤال الثالث: أذكر سورتين من صور الإيذاء باللسان وسورتين من صور الإيذاء باليد. صور الإيذاء باللسان: السب والشتم والكذب والغيبة. أما الإيذاء باليد: الاعتداء على الآخرين بالضرب والاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة. اختر أسلوب الحل المناسب من الصندوق للمواقف الآتية: النصيحة، إصلاح ذات البين، الحوار، الهجر والمقاطعة، إبلاغ الجهة المسؤولة. اختلفت مجموعة من الطلبة في أثناء تنفيذ مهمة تعليمية. الجواب: الحوار، نتحاور، يتحاوروا فيما بينهم حتى يصلوا إلى الصح إن شاء الله تعالى والصواب. باء: وصفت فتاة صديقتها بالقصيرة، ماذا أعمل معها؟ الجواب: النصيحة، أنصحها ألا تعود إلى هذا. يقوم أحد الطلبة، لماذا لا تعود لهذا؟ لأن هذا فيه غيبة لصديقتها وسخرية. يقوم أحد الطلبة بالعبث
في أجهزة الحاسوب في المختبر؟ الجواب هنا إبلاغ الجهة المسؤولة، المعلم، الأستاذ أو مشرف الحاسوب. دال: تشاجرت مجموعة من الشباب بسبب تشجيعهم لفرق كرة قدم مختلفة. الجواب: إصلاح ذات البين، أذكرهم بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فأذكرهم كذلك بقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون لا يتشاجروا، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. ها، يصر بعض أصدقائك على الوقوع أمام مدى على الوقوف يصر بعض أصدقائك على الوقوف أمام مدارس البنات والتعرض لهن بالأذى على الرغم من تقديم النصيحة لهم. ما دام أن قدمت لهم النصيحة وذكرتم بالله عز وجل أنه هذا الفعل يغضب الله سبحانه وتعالى، وأنت قمت بنصيحتهم، الجواب الهجر والمقاطعة، أهجرهم وأقاطعهم حتى يتركوا هذه المعصية ويرجعوا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إلى درس آخر، والحمد لله رب العالمين.